بيكم معايا على قناه بي مزه. يا رب يجعل بسمتنا عاده وحياتنا كلها سعاده. ده اللبان الذكر او زي ما بيسموه في بعض الدول العربيه التانيه اللبان المر او العلك او الكندر. هنعمله مع بعض تونر تستخدميه يوميا بعد ما تغسلي وشك بالغسول بتاعك. زي ما احنا عارفين ان مرحله التونر بتبقى مرحله في النص بين غسل الوش ووضع كريم الترطيب بتاعك. غسول تونر كريم ترطيب ده بيبقى روتين يومي بتعمليه لبشرتك. لو حابه تستغني عن مرحله التونر مفيش مشكله، بس انت كده هتضيعي على نفسك حاجه مهمه جدا ومفيده لبشرتك. لو واظبتي عليه يوميا بعد الغسول هيفرق مع بشرتك جدا، لانه بيشيل كل بواقي الغسول من البشره وبيقفل المسام وبيشيل اي قشر جلد ميت على بشرتك. اغلب التونر اللي بنشتريه معظمه بيكون ضايفين ليه كحول. يعني انا بعد ما جربت تونر كتير قبل كده كنت بشتري انواع وغاليه يعني مش رخيصه، فكان فعلا فيها كحول وكان بينشف لي وشي، ما كانش بيفرق معايا. عشان كده اتجهت بقى للتونر الطبيعي اللي انا بعمله في البيت، بيبقى اضمن وانضف. كنت عملت فيديو قبل كده عن تونر ميه الرز، هتلاقوا الطريقه في الرابط تحت الفيديو ده في صندوق الوصف. النهارده بقى هنعمل تونر لبان الذكر. لبان الذكر مهما تخزني وتشيليه مش بيحصل له عفونه، بمعنى اوضح يعني ما بتتغيرش خواصه، لو لا لونه بيتغير ولا ريحته ولا طعمه. عشان كده بيعتبر من اهم مضادات الاكسده الطبيعيه. مضاد اكسده يعني مضاد للتحول، مضاد للتفاعل مع اي عنصر تاني بيغير خواص الماده الموجوده. هو لبان الذكر كده بيفضل محتفظ بفوائده لفتره كبيره جدا، لشهور لسنين زي ما هو. عشان كده دايما بيشبهوه بالكورتيزون، لان نفس الخواص ونفس الاهميه، الاتنين من مضادات الالتهاب، الاتنين بيمنعوا اي تفاعل ضار ممكن يحصل لا قدر الله ويؤدي لتكوين خلايا السرطان. اللبان الذكر لو كلتيه او شربتيه او حطيتيه على بشرتك بيمنع اي نشاط نهائي للخلايا السرطانيه. هو اصلا يعني لبان الذكر عدو الخلايا السرطانيه. بنعمل بقى التونر. بصي، وانت بتجيبي لبان الذكر كده هتلاقي فيه كده اشكال والوان، يعني بصوا في هنا الحبات لبان الذكر لونها بينك شويه مدي على الوردي، ده بتشيليه. احنا عايزين الفاتح بس للبشره، بتشيلي الغامق ده كله بس مش بترميه، يعني انت بتستخدميه للبخور بتبقى ريحته حلوه قوي، بتحطيه مع البخور. فاحنا بنشيل الغامق بتنقيه وبتسيبي بس ايه الفاتح كده، هو ده للبشرة. وبتنقعيه في مية من قبلها بيوم من كده اهو، بتلاقي بقى ايه بقى شكله عامل زي اللبن كده. وتحت اهو اهو باش، يعني بعد ما الحباية كانت صلبة شوية باش. بصي لما بتيجي تعمليها بايدك كده بتلاقيها باشت خالص. لو ما باشتش معاكي تعرفي ان ده صمغ مش لبان ذكر. يعني ازاي تعرفي ان هو صمغ او لبان ذكر مضحوك عليكي؟ ازاي؟ ان هو بيبوش معاكي كده وبيبقى شبه المية وشبه اللبن، تمام. ده بقى تستخدميه كتونر. انت يعني ممكن تحطيه في مية كده وممكن تحطيه في مية ورد، يعني لو حابة ده او ده. لو هتحطيه في مية ورد برضو خففيها بمية، بلاش مية ورد ايه مركزة او تقيلة يعني. فهو بيبقى شكله عامل كده، بتحطيه بقى في ازازة وكل يوم بقطنة كده وتمشيه على بشرتك بعد مرحلة الغسول على وشك كله اهو، تمام كده زي ما احنا بنعمل كده. هيفرق معاكي جدا، زي ما قلت بيقفل المسام وبيشيل بواقي الغسول والمكياج من على البشرة. بعديها بقى بتحطي الكريم المرطب، بيشد الوش جامد، يعني تحسيه كده وشك اتفرد ومشدود واي خطوط رفيعه بيشدها، وجميل جدا. هو خواصه بتشبه خواص الكولاجين الطبيعي، عشان كده هما بيشبهوه بالكولاجين، بس هو اكتر يعني بيميل اكتر للتشابه مع الكورتيزون مش الكولاجين. اتمنى تكونوا استفدتم، لو حابين تفيدوا غيركم شاروا الفيديو، ولو عجبكم دوسوا لايك، وعشان تتابعوا كل جديد على قناه بي مزه دوسوا سبسكرايب. باي باي.